اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ملف جديد بنفتحه معاكم على قناه النيل الاخبار. اهلا بحضراتكم. طبعا ملف التموين والغذاء ملف واحد من الملفات الهامه، ثبات الاسواق والاسعار خاصه مع دخولنا على شهر رمضان الكريم، بتبقى فيها نوع من انواع الحفاظ على كيان المواطن، الحفاظ على مقدراته، الحفاظ على ثبات الأسواق، والحفاظ على أيضا هيبة الدولة في أن كل السلع موجودة. ده ملف مهم جدا هنفتحه معاكم النهاردة. هنتكلم عن توفير كميات من اللحوم المجمدة، عن طرح كميات من السكر اللي فيه للأسف مازال فيه أزمة لغاية الوقتي، 17 ألف طن من زيت الطعام. زي ما قلنا داخلين برضو على موسم من المواسم زي ما بيقولوا عليه في مصر، وبيبقى الاستهلاك للأسف بيترفع لثلاث أضعافه ويمكن أكتر من كده في أغلب البيوت، مع أن المفروض أن في شهر رمضان الناس بتصوم فيبقى الاستهلاك يقل. خلونا نعرف أكتر عن أوضاع السوق، أوضاع المواد الغذائية داخل السوق، وخاصة هتكون في منطقة القاهرة الكبرى. احنا عارفين طبعا وزارة التموين اعلنت ان الشوادر ومعارض اهلا رمضان هتبدأ من نص الشهر اللي هو فبراير، بداية بقى تبدأ كل المعارض تفتح تواليا، وفي بدأ تقريبا في بني سويف في معرض بدأ من اسبوع تقريبا، وان شاء الله هتبدأ المعارض تتفتح في كل محافظة على الاقل زي ما قالت وزارة التموين، ثلاث معارض كبرى في كل محافظة. خلونا نرحب بالدكتور موريس عدلي عزيز، رئيس النقابة العامة لتموين القاهرة، عضو الاتحاد الغرفة التجارية. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك وبالشهادة المصريين. اهلا بيك. خلينا نبدأ الاول معارض، سواء اهل رمضان سواء المعارض التموينية، دي كلها هتبدأ بعد وقت، هتساعد السوق ازاي؟ بس خلينا الاول نشوف تقريرنا ايه اخر المعارض اللي اتفتحت واخر السوق عشان نبدأ نتكلم عليه. اتفضل نشوف التقرير. في إطار الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية كافة وبتخفيضات مناسبة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، انطلقت معارض أهلا رمضان 2024 بالعديد من المحافظات لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهل رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرا. كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة وطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة تزامنا مع انطلاق معارض أهل رمضان في المحافظات المختلفة. ومن أجل متابعة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة لصالح المواطنين، شكلت الوزارة مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك للتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك. وبالتوازي أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية لطرحها بمنافذ المنظومة التموينية، فضلا عن العمل على توفير سيارات متنقلة ومحملة بالسلع المختلفة ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين في الميادين العامة والأماكن التي لا تتواجد فيها منافذ المجمعات الاستهلاكية. ويستمر عمل المعارض لمدة شهر كامل لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم، حيث تطرح جميع السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى. تابعنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام، رحب مره ثانيه بالدكتور موريس عدلي عزيز، رئيس النقابه العامه لتموين القاهره. اهلا بحضرتك دكتور موريس. اهلا. كنا بنتكلم على اهميه المعارض اهل رمضان او غيرها، في ان هي هل بتساعد على ضبط السوق والاسعار في الاسواق؟ طبعا يا فندم، يعني بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهوريه ودوله معالي رئيس الوزراء بتوجيه الرقابيين والتنفيذيين بالنزول بجوار المواطن في الوقت الحالي بخصوص الشهر الكريم والمواد التموينية الخاصة بالمواطن،
لابد من الرقابة التامة والمتواجدة بالشارع يوميا 24 ساعة. تمام. المعارض بقى تساعد ازاي؟ المعارض نسبة الـ 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 المستهلكات في اللي موجودة جواها كل البضائع المتوفرة داخل المعارض بأعلى درجة. يعني احنا لو اتكلمنا على مثلا السكر يوميا المعارض دي بينزل لها 55 ألف طن سكر، بينزل زيت 7000 طن زيت، أعداد كبيرة، مكرونات، ألخ ألخ، حاجات كتيرة. وبالأسعار اللي هي بيتم الإعلان عنها، الأسعار المدعمة اللي هي نسبة الربح ما بتنزلش عن 10% ل 30%، ما بتزيدش عن نسبة الخصم. نسبة الخصم سوري، نسبة الخصم للمواطن من 10 ل 30%. تمام. لا بتزيد ولا بتقل، وعليها رقابة شديدة من الإدارات، من شرطة التموين، من أكيد من طب إقبال المواطنين عليها إزاي؟ طبعا أهل رمضان دي يعني المعارض دي بيستنوها بمواعيد زي الأوكازيونات كده، فبيبقى فيها كل حاجة. بتخش المعرض بتلاقي من الإبرة للصاروخ موجود جوه، فأنت ما بتاخدش حاجة وتدور على الحاجة التانية بره. أيوة. بتخش بتلاقي من أول السلعة الصغيرة لغاية آخر حاجة اليميش والمكسرة بتاعت رمضان. تمام. بالنسبة بقى للسوق بره، طبعا مشكلة السوق إن في تجار ضعاف النفوس بيجيلهم الحاجة بيبقوا عايزين يغلوا، في بنشوف اللي بيخزن، بنشوف اللي مش عارف بيعمل ايه، مستني انه يرفع السعر. اكيد المعارض ديت بتكون منفذ تاني، فهتبوظ على الناس ديت فكرته. هو الفترة اللي فاتت كان في سقوط بسيط في السوق. يعني احنا لو نيجي مثلا معلومة السكر، احنا بننتج 80% وال 20% ده ما بنستورده. عندنا في فاصل ما بين البنجر وما بين القصب في خلال ال 20%، فالمستوردين بيجيبوا في اللحظة دي بس، هي او في الحتة دي ال 20% دي هي دي اللي حصل فيها ركود السنة دي. لكن توفرت القصب، دخل المصانع وشغالين، وان شاء الله على خلال الاسبوع الجاي كل المنافذ موجود فيها السكر وبالاسعار اللي في متناول المواطن. طب في حاله لو المواطن لقى اسعار، يعني مثلا راح يسال على السكر ما تلاقاش، او راح يسال على السكر لقى حد بيبيعه بسعر غير الموجود، انت في رايك المفروض المواطن يبقى دوره الرقابي ايه قبل الدور الرقابي العاديه؟ عنده الخط الساخن لحمايه المستهلك، الخط الساخن للاداره اللي هو موجود جواها، الخط الساخن للمديريه، بيتصل على حد من بيجي له حد في ساعتها. احنا قاعدين 24 ساعة رقابة 24 ساعة في الشارع، كل دايرة فيها مفتشين وفيها شرطة تموين. تمام. طيب المنتجات ويمكن القاهرة الكبرى طبعا عندها منافس كتيرة ودايما بيبقى فيه اهتمام كبير بيها جدا، والمحافظات مراكز بتاعة المحافظات او ادارة المحافظة نفسها، منصورة مثلا في محافظة الدقهلية اللي مش عارف ايه، لكن دايما بيبقى فيه كان فيه مشاكل في النجوع، في مشاكل في القرى، وكان فيه حل دايما اللي هي العربيات المتنقلة. السنة دي ايه الوضع؟ موجود يا فندم. يعني احنا عندنا وزارة الزراعة بتدعم باسطول سيارات بتخش النجوع والمحافظات، عندنا اكشاك امان بتاعت الشرطة داخلة لغاية النجوع جوه، عندنا الجيش بالعربيات المتنقلة، كل السلع متوفرة على أعلى درجة. نعم. لما نيجي نتكلم على الجودة، زمان كانت الناس بتعتقد أن عشان إحنا بنعمل معارض أو بنعمل أو حتى الحاجات اللي هي تبع التموين المجمعات الاستهلاكية، كانوا بيفتكر أن الناس اللي بيشتروا منها بيشتروا حاجات بأقل جودة، لكن أعتقد الوضع اتغير. لا اختلف تماما. إحنا بنخش أول حاجة بنراقب عليها الجودة، بنشوف الصلاحيات، بنشوف الجودة، بنشوف التغليف والتعبئة كل دوت عليه كذا جهة رقابية، من أول حماية المستهلك لغاية الجمعيات لغاية المجتمع المدني. وبعدين فاتحين في كل هايبر بنقول له حط الرقم الساخن بتاع التموين عشان لو في عندك مشكلة المواطن يتواصل معنا. بالنسبة لحماية المستهلك، يعني دور حماية المستهلك بيبقى دايما في الدول المتقدمة بيبقى قوي جدا، في مصر شايفه ازاي؟ لا فعال، انا شايفه يعني شغال في مصر حلو قوي. لسه كانوا في الجيزة هنا
جايبين كميات سكر كان في تجار محتكرينها كبيره جدا، جابوها ونزلوها للسوق. طب ممكن نفعلها اكتر، ومطلوب ايه ان هو يتفعل اكتر؟ هو في تعاون ما بين حمايه المستهلك والجهات الرقابيه زي التموين، زي شرطه التموين، شرطه المرافق، الاحياء، التنفيذيين، كل دول متعاونين مع بعض مع حمايه المستهلك وبينزلوا يوميا. طيب لما نتكلم بقى خلينا نرجع للمنتجات نفسها. الاسعار ارتفعت جدا، يعني احنا لما نيجي نتكلم على اللحوم يعني 400 الوقت مثلا 300 وشويه، يعني اسعار بقت بعيده عن متناول المواطن العادي، مش هنقول المحدود الدخل، العادي نفسه بقى صعب عليه. الفراخ نفسها بقت غاليه، السكر تلاقيه في اماكن واماكن لا. هنا ايه المطلوب عشان السوق يتزن تاني؟ ما في هنا حضرتك الاسطولات اللي نازله، اسطول السيارات من الجيش ومن الشرطه ومن وزاره الزراعه منزله حاجات جميله جدا، يعني في لحوم ب 280 جنيه سوداني ودي روعه، وفي عندك السمنه والزيت وبكليات منزلها وزاره الزراعه ووزاره التموين. السوق كله مليان حاجات جميله جدا ومدعمه ومخفضه وموجود في الهايبرات في حاجات متوسط واعلى واعلى. سوق حر مفتوح، يعني انا بشوف اللي هو يناسبني اخد اللي يناسبني من السعر اللي انا عايزه اهم حاجه في المعارض ان يكون عندي زي ما حضرتك قلت كده، يبقى في وفره للمنتجات، تنوع اسعار، تنوع ماركات مثلا، وفي نفس الوقت تنوع بضاعه، اللي هو مثلا ما محتاجش ان انا اروح المعرض ده وبعدين اخرج من المعرض ده عشان اجيب حاجه تانية اروح المعرض ده او اروح السوبر ماركت ده. فكره المعارض ديت بتبقى شامله كل حاجه، ما بين تنوع زي ما حضرتك قلت، تنوع الدرجات المنتج، وايضا تنوع المنتجات نفسها. موجود ده في كل المعارض حاليا، حتى دلوقتي اشترك معانا الهايبرات والماركات الكبيره والمتوسطه النهارده بيجي بالسجل التجاري بالبطاقه الضريبيه بتاعته، بياخد الكميه اللي هو عاوزها في احتياج المربع اللي موجود فيه. يعني مثلا مربع صغير بياخد على قده كميه السكر او الزيت او الرز كده، مربع كبير بياخد احنا بنبقى عارفين المربع ده استهلاكه قد ايه، فبندي له الكميه اللي هو عايزها عن طريق المصانع التعبئه. تمام، يبقى في تواصل ما بين الجهات كلها وما بين التاجر. بتنزل له كل الكميات، تنزل له الكميه اللي مطلوبه للمربع نفسه وعليه رقابه تامه. ايه الرقابه بقى؟ الرقابه انه بنخش بنشوف السلعه، بنشوف الفواتير اللي داخله له، بنشوف قائمه الاسعار، بنشوف المنتج وصلاحيته، دي الرقابه. وفكره كتابه الاسعار على المنتجات دي مهمه جدا، ده ضروري. وبعدين كمان الفاتوره، انت عندما بتاخد الفاتوره لازم تراجع فيها حد. والنهارده عشان احنا بنقول احنا سوق مفتوح، بتشوف السعر، لو ما عجبكش عند التاجر ده خش عند التاجر التاني وشوف السعر، ولو ما لقيتش سعر عندك الرقم الساخن اتصل، هتجي لك الجهات الرقابيه موجوده. تمام، لما نيجي نتكلم على توافر المنتجات، المواطن دوره ايه؟ لان دايما المواطن بيبقى، يعني خلينا نكون صراحة، ساعات وانا ما سالت ناس كتيره هو بيقول لك انا بضطر اروح مثلا اشتري كرتونه زيت، لان انا النهارده باجي النهارده جيت اشتريها الصبح مثلا ب 50، جيت بعد الظهر اجيب واحده تانية لقيتها ب 55، عامل حساب ان بكره هتبقى ب 60 ولا 70، فلا انا خلاص انا تلاقيتها بسعر كده اهوت، فاقوم رايح معايا فلوس، اقوم رايح جايب ايه زي ما بنقول كده خزين الشهر او خزين البيت. اكيد ده بيعمل مشكله في السوق. انا شفت الحاجات دي بصراحه، يعني بس يعني منظر سيء، مش هو برضه الحاجة متوفرة بكميات. انت بتخزن اللي بتمشي وراء اشاعات واكاذيب. النهاردة السكر متوفر في كل المحلات، الزيت متوفر، المكرونات، الرز، السمنة، ما فيش حاجة ناقصة. هو كان ازمة السكر في خلال الاسبوعين اللي فاتوا، وابتدت تنزل للمجمعات والهايبرات بكميات رهيبة، ما فيش مربع او دايره ما فيهاش سكر موجود حاليا. طيب يعني انت تنصح المواطن بايه؟ المواطن ما يمشيش ورا الاكاذيب والاشاعات، وما بلاش تخزين، يعني هتخزن ما الحاجه متوفره وموجوده، انت بتخزنه صلاحيته بتنتهي عندك في البيت.
وهي موجودة في الماركت. طيب جهود الدولة، وأكيد خلال الفترة اللي فاتت واضح كتير فكرة إن لما كان في ناس مخزنة، وكل يوم يمكن احنا بنعلن عن ان الجهات الرقابية بتمسك ناس مخزنة وبيتم مصادرة، وطلع قانون ان اللي هيتمسك محتكر سلعة او مخزنها تقريبا من 100,000 جنيه لخمسة مليون جنيه غرامة وحبس ايضا. جهات يعني خلينا نتكلم عن الجهود عشان ضبط الاسواق والقضاء على محتكر السلع. جهود الدولة بتوجيهات نزلنا، لو انت عندك مخزن فيه سلع ومحتكرها هتتحاسب. انما لو انت حاطط في المتجر بتاعك والمنشأة السلعة بتاعتك وعرضها قدام المواطنين خلاص، حتى لو انت عندك خزين جوه بس انت معروضة، بس حط لي السعر يعني وحط اي كمية انت عندك جوه المتجر، لكن جوه المخزن وانت قافل عليها ومش موجودة عندك في المنشأة بتاعتك لا انت بتتحاسب قانوني. ايه بقى؟ محاضر بتتعمل لهم بلك ليها غرامات عاليه جدا. النهارده لو عدم الاعلان عليه مخالفه، لو ما حطش الاعلان على السلعه اللي هو بيبيعها عليها مخالفه، لو ما حطش السعر عليها برضه عليها، ولو ما اداش فاتوره للمواطن عليها مخالفه. بالذات بيطبق على نقدر نقول عليهم الميني ماركتس والهايبر ماركتس واللي عندهم سيستم، لكن البقالين بقى بيطبق على الجميع. يعني انا مثلا لو بشتري من بقال مش هيديني فاتوره حتى لو بيان. لو بيان وهو مطلعه من عنده وكاتب عليه بس الاسم بتاع العنوان بتاعه خلاص دي فاتوره نعتبرها فاتوره. طيب هنا بقى اهميه الفاتوره الالكترونيه والتنظيم السوق في بالتكنولوجيا الجديده، شايفه ازاي؟ الفاتوره الالكترونيه دي شيء ضروري جدا، لان بتضمن حق المواطن في ارتجاع اي سلعه فيها اي شكوك. يعني معاك من 14 يوم بالفاتوره الالكترونيه ترجع السلعه لو فيها اي خلل. تمام. طيب نتكلم على المعارض تاني. المعارض انت المفروض في القاهره يتفتح كم معرض؟ ايه المنتجات الاساسيه اللي بتكون فيها دايما؟ بص المعارض على مستوى الجمهوريه 124 معرض هينتشروا داخل الجمهوريه، اتفتح منهم حتى الان 100 معرض. المحافظات كلها فيها اعلى شوادر اهلا رمضان، كل السلع متوفره بالداخل وعليها رقابه تامه، ما فيش حاجه ناقصه في الشوادر دي. زائد الماركات اللي حوالينا مبادره اهلا، مبادره كلنا واحد. كلنا واحد تمام. مبادرة كلنا واحد شايفها ازاي لغاية الوقت؟ يمكن احنا داخلين في المرحلة 25. مبادرة ناجحة جدا. لانها بتوفر لك 7 سلع اساسية. حتى اللبن. موجود جواه. ده احنا بنحاول نزود عليها 3 كمان تاني او 4 تاني. في الفترة بيبقوا من 10 ل 11، كانوا بيتكلموا على 15 سلعة تقريبا، بس كل فترة نحاول نزود عليها لان المواطن في احتياج ليها. والسلع بقى بتبقى حاجات معينه، او يعني احنا مثلا بنتكلم فيها رز، لكن الرز بيبقى بدرجات او بانواع مختلفه؟ لا، ولا هو نوع واحد؟ نوع واحد. طبعا السلع من الدرجه الاولى كلها، ما فيش حاجه درجه اولى او درجه ثانيه، لا انت بيبقى عليها رقابه درجه اولى كلها. تمام. نتكلم على يعني الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، الشركات التابعه لها بتقوم بدور مهم خاصة في الأوقات اللي احنا فيها دي وعلى دخول المواسم، إيه أهمية الدور ده؟ المؤسسات والجمعيات هي بتوفر لي الاحتياطي بتاعي. الاحتياطي المخزون الاستراتيجي بتاعي جوه كل دايرة، أنا بتبقى الشركات دي ليها مخازن جوه الدوائر دي، ببقى عارف أنا عندي الاستراتيجي بتاعي المخزون بتاعي جوه المخزن ده سكر قد إيه، رز قد إيه، زيت قد إيه، اللي هو الحاجات الاستراتيجية الأساسية بالنسبه للمواطن. ده دورها، ودورها فعال جدا، بتبقى عارفه احتياجات السوق ماشي عليه. تمام. طيب خلينا نطلع لتقريرنا الثاني برضو عن الاسواق، ونتابع بعد كده مع الدكتور موريس بقيه ملفنا.
مصر في قلب العالم وتتأثر بالأزمة الاقتصادية شأنها شأن العالم. القيادة السياسية تضع ملف الأمن الغذائي بأولويات أجندتها، ويظهر ذلك من خلال الحرص الدائم على توفير السلع الغذائية باحتياطي ضخم يصل ليكفي أشهر عديدة، بالإضافة إلى المعارض المختلفة في المحافظات كافة، والتي من أهمها معرض أهل رمضان. انطلاق هذه النوعية من المعارض بعدد من المحافظات يأتي ضمن خطوات الدولة لدعم المواطن والقضاء على الاحتكار واستغلال التجار له من خلال المبالغة في أسعار السلع، بالإضافة إلى أن تلك المعارض تمكن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم كافة من المواد الغذائية بأسعارها الحقيقية. وتعمل الدولة على التركيز على التوسع والانتشار لهذا النوع من المعارض ليتم إتاحتها بالقرى والنجوع والمدن كافة، لكي تساعد المواطن في عدم وقوعه فريسة للجشع والاستغلال، خاصة بعد نجاحها ووجود رواج كبير لها بين الجميع. ووفقا لتوجيهات الحكومة، تم تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك، وهو حماية المستهلك وصون حقوقه، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع الإعلان عن السعر لكل السلع بكل نقاط البيع، ومدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع. لا أحد ينكر أهمية هذه المعارض لما تضمه من احتياجات الأسرة كافة من السلع التموينية والاستراتيجية، إلى جانب جودة المعروضات، خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير، طبعا بنتكلم فيه عن توافر السلع وإزاي الحكومة بتقوم بدور مهم، وأكيد القطاع الخاص له دور مهم أيضا في مساعدة السوق ومساعدة الحكومة، لأن مش الحكومة بس هي اللي تقدر أن هي تضبط الأسواق وفي نفس الوقت توفر السلع، لازم دور القطاع الخاص، وده اللي هنتكلم فيه أيضا مع الدكتور موريس عدلي عزيز رئيس النقابة العامة لتموين القاهرة. دكتور موريس، القطاع الخاص دوره إيه في هذه الفترة؟ والله هو القطاع الخاص مع المجتمع المدني مع رجال الأعمال لهم دور فعال وجامد جدا. احنا بنطلب منهم ان هم بيتعاونوا معنا، وفعلا هم ما بيتأخروش، يعني معظم رجال الأعمال بينزلوا أصحاب هايبر، أصحاب ماركت كبير، أصحاب مصانع، كل ده بيدعمونا. يعني احنا بنتك شوية على أصحاب المصانع ان احنا محتاجين في الحتة دي فيها عجز شوية في السلعة دي لأصحاب المصانع المواد الغذائية بيدعمنا. رجل أعمال احنا محتاجين تدعم عشان كفالة وكرامة، الجمعيات والمؤسسات واقفة في ظهر التنفيذيين. النهاردة الأحياء كمان شغالة برضك، بتنزل بتتابع الموقف بتاع الشارع وبتناشد رجال الأعمال اللي عندها جوه الدوائر بالتعاون. طيب هم ممكن يقدروا يعملوا ايه؟ يعني فكرة، يعني احنا دايما بيبقى عندنا عجز، هي المشكلة دايما بتبقى عند رجال الاعمال وعند المصانع في ارتفاع اسعار التكلفة بالنسبة له، مع ارتفاع اسعار مثلا الكهرباء، عنده عمالة ثابتة، عنده حاجات ثابتة، يعني تكلفة ثابتة احنا بنقول عليها، وارتفاع المواد الخام عشان يطلع بقى المنتج النهائي. فهنا هل انت شايف ان هو بيبقى محدود في قصة هامش الربح، ولا هو محتاج ان هو مثلا ممكن يقلل هامش الربح شوية؟ يعني شايفها ازاي؟ لا، احنا بنناشده ان يقلل هامش الربح، وبنناشد برضك من اول التاجر الصغير لغاية رجل الاعمال ان هامش الربح انك تخفضه في ظل الظروف اللي احنا فيها، من خلال طبعا حضرتك عارف الحروب اللي موجودة، كورونا، كل ده رجع بسلبيات علينا احنا. لكن كان في الوقت السابق كان كل حاجة متوفرة، اللي أثر علينا في الوقت الحالي الحروب، لكن الحمد لله قدرنا نعدي الفترة دي. طيب ارجع تاني برضو
للمعارض ودور المعارض ودور يعني المعارض بتساعد، اصل في ناس دايما تقول لك اصل المعارض ديت احنا سوق حر والمفروض ان الحكومه ما تدخلش فيه والمفروض ان احنا كده انتوا بتنافسوا، بالذات الناس اللي رجال اعمال وبتوع القطاع الخاص يقول لك القطاع الخاص هو اللي لازم يشتغل والرئيس قال ان القطاع الخاص هو اللي هيشتغل. طب ما القطاع الخاص شغال، بس برضه في اوقات اعتقد الحكومه لازم يبقى لها دور. لازم القطاع الخاص يتعاون مع الدوله، لو ما كانش كده تبقى في مشكله جامده قوي. رجال الاعمال لازم يساندوا، المجتمع المدني يساند، الجمعيات والمؤسسات اللي موجوده الخيريه بتساعد، واخد بالك، الاحزاب بتنزل الشارع وبتشوف مشاكل الناس ايه وبتدعم كل ده، ما وبتوصل صوت الناس برضو للجهات وغيرها للتنفيذيين. دور الجهود الدولة برضو في نرجع لمحتكر السلع، لأن دي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة إن يبقى تاجر عنده سلعة وعايز يستفيد بيها وإحنا كده بنقول عليه بيمص دم الشعب، وهو يقول لك لا ده سوق مفتوح أنا من حق إن أنا أنزل وقت ما أنزل وأعمل ومن حق إن أنا أكسب وكده. أنت يعني يمكن راجل في نقابة أو في نقابة التموين، يعني تقول لهم إيه؟ لا، في الوقت الحالي ده ما ينفعش، ده احنا كلنا في مركب واحد، ما ينفعش ابدا ان انت تتربح. الظروف ما تسمحش ابدا، انت في اوقات كنت بتتربح فيها، في الوقت الحالي ده لا. احنا كلنا محتاجين ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونعاون المواطن اللي محتاج ان احنا نزقه ونرفعه معانا. بالك جارك، بص لجارك، بالك احنا داخلين على شهر كريم، شوف قبل ما بتجيب حاجة ليك شوف جارك الأول. وفكرة بقى أن يعني مش فكرة التربح بس، فكرة أن المستهلك ده لو وقع وما قدرش يشتري اللي هو محتاجه، هو ده أساس السوق، السوق اللي بعد اللي وراه ده كله هيقع. طبعا طبعا، احنا كل اللي موجود دلوقتي الناس كلها بتتكلم فيه هو المستهلك والمواطن، واقفين معاه لغايه اعلى درجه على اساس ان احنا يوصل له الدعم، وبنقول الدعم المستحقين يوصل له الدعم لغايه عنده. عايزين نوصل له الدعم لغايه عنده. وغير الدعم يعني المواطن العادي متوسط الدخل او اللي اعلى من متوسط الدخل، لو هو ما اشتراش النهارده او قدرته الشرائيه قلت، ما هو ده بيأثر على السوق. يعني التاجر اللي كان مثلا بيبيع 100 قطعه في اليوم هيبقوا 50، شويه يبقوا 30، شويه يقل، ما هو هيقفل لانه عنده تكلفه ثابته، كهرباء وعماله وعنده ناس، دي تكلفه ثابته عليه، كل ما يبيع اكتر مش يربح اكتر، كل ما يبيع اكتر منتجاته او نسبه الربح بتاعته هتبقى اعلى. هو الناس ليه مش قادره تفهم ده يا دكتور؟ هو النهارده التسويق فيه حاجه خلل شويه. بالنسبه للكتله الشرائيه للسوق، النهارده انا عشان اخزن بعمل الركود لسه، وهو الوقت مش محتاج تخزين. احنا كان في سلعه وقلنا والسلعه كانت مش متوفره، النهارده السلعه كلها متوفره. صحيح الحاجه غليت، في حاجات غليت، بس ده عالمي. يعني احنا لو بصينا للدول المجاوره او الدول الاوروبيه اللي حوالينا اسعار رهيبه، بلاك ده احنا بنلم الدنيا كلها بحيث ان السعر يفضل منضبط في السوق ما يعلاش، ودي قدره الجهات التنفيذيه والجهات الرقابيه ان هي تحافظ على ولو عليها هي على بنسب يعني بسيطه او مقبوله بحيث ان هو ما يعلاش يضرب بقى يبقى حتى وقتنا هذا في استقرار تام. يعني حتى الوقت ده في استقرار تام في السوق بالنسبه للاسعار وبالنسبه للمنتجات كلها متوفره. لما اجي اتكلم بقى على المستهلك نفسه، ربة المنزل، الاب، ازاي هل احنا محتاجين اعادة ترشيد استهلاك، اعادة تغيير نمط استهلاكنا، شايفها ازاي؟ والله احنا يعني انا اتكلمت هتكلم بالنسبة لأهلي وجيراني وزملائي، محتاجين تدريب وتثقيف على وتوعيه، يعني ازاي ان انا استهلك الحاجه دي وازاي انا اوفرها وازاي استرشدها.
يعني أنا النهاردة كمية السكر، معظم البيوت بتستخدم سكر النهارده غير الاول. النهارده تلاقي اللي بيشرب 3 معالق سكر في الشاي يقللهم معلقه. أيوة يعني هيبدا يعني هيتعود عليه. اللي كان بياخد ازاز زيت ويحطها في دلوقتي بقى في الاير فراير اللي بيوفر الزيت، والحاجات دي كلها بقت متوفره في البيوت على ما اعتقد يعني. فده الاسترشاد والتوجيه، محتاجين توجيه جامد وخاصه من الاعلام ان هو يوفر لنا. شايف دور الاعلام ازاي في هذه الفتره؟ والله مش هقول انا بعتب على الاعلام يعني. انا هقول الاعلام مفروض يدي برامج توعيه جامده قوي للمواطن، لان المواطن بعيد خالص عن الشارع وعن ايه اللي هو ضرورياته ومتطلباته. فمطلوب من الاعلام التوعيه. طب يعني دور السوشيال ميديا دلوقتي بيلعب دور جامد جدا، يمكن اغلب الناس قاعده قدام موبايلاتها دلوقتي وبتتابع وصفات الطبيخ وبتتابع التيك توك وبتتابع حاجات تانية بتودي الناس في حته تانية بعيده، بعيد عن زي ما حضرتك قلت، بعيد عن الشارع اللي هو حتى الشباب. يعني في مشكله في الشباب الجديد دلوقتي، شايف التكنولوجيا وشايف الحاجه يروح يقول له لبابا انا عايز الموبايل الفلاني يا ابو مش عارف 50 و30 وحاجات كده، وهو يمكن ابوه بيعافر عشان يجيب اكل اليوم. فهنا دور السوشيال ميديا دايما بيجي بالعكس وبيأثر على ستات البيوت. يعني في بيوت كتيره بتتخرب بسبب الحاجات اللي زي كده. يعني ما هو الميديا النهارده بقى ليها دور ايجابي ودور غير فعال يعني، او سلبي. والسلبي ده انا مش عايز اقول سلبي، لكن ليها دور سيء جدا برضه. النهارده احنا بنشوف ان وسائل التواصل الاجتماعي على الفيس ده شيء جميل جدا، بيعرف كل واحد، بس ممكن تلاقي حاجه في النص كده راحت مبوظه الدنيا. احنا كدورنا رقابي وتنفيذيين بنعمل زي وسائل الميديا كده، بيبقى متواصلين مع بعض، تيجي بالتضامن مع حماية المستهلك مع المحليات، وبيبقوا متفاعلين، بينزلوا الشارع لصالح المواطن. كرب أسرة انت تنصح ولادك وتنصح الشباب وتنصح ربات البيوت وخاصة في موضوع الإشاعات. ما تديش ودنك للإشاعة، وكل حاجة موجودة متوفرة. ابعد عن الإشاعات والأكاذيب، لأن هي دي اللي بتجيبنا لورا. احنا الحاجة بتغلى، بس مرتباتنا برضك بتعلى. احنا شوف من سنين كان مرتباتنا قد ايه، النهاردة مرتباتنا كام، السوق بقى بكام، النهاردة انا دخلي بقى قد ايه علشان اقدر اشتريها، وما فيش حاجة محال. طبعا كلنا بنجيب كل اللي موجود. خلينا نطلع لتقريرنا الأخير في هذه الحلقة ونرجع تاني لدكتور موريس بعد هذا التقرير. اتفضل. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية كافة، يتوالى افتتاح معارض أهل رمضان منتصف الشهر الجاري في جميع أنحاء الجمهورية. تم عمل مبادرة تخفيض الأسعار لمجموعة من السلع الغذائية، هي سبع سلع غذائية مجموعة أساسية، عبارة عن الزيت والسكر والرز والفول والعدس والمكرونة والألبان والجبنة البيضاء. ومدة المبادرة 6 شهور قابلة للتمديد بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%، بالإضافة إلى سلعتين أخريتين اللي هما البيض المائدة والدواجن، ودي مدتها 3 شهور قابلة للتمديد بتخفيضات تصل إلى 15%. ومن خلال المعارض المنتشرة على مستوى الجمهورية تتواصل مسيرة العطاء من خلال المعارض الثابتة، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيات لمن يريد من أصحابها، وذلك بأسعار تناسب الأسر كافة من أجل مواصلة استراتيجية الدولة لتوفير حياة كريمة لكل المصريين. المنتجات موجودة، السلع متوفرة، وعايز أقول للمواطن يعني نهدأ، السلع الأسعار بتنزل مش بتغلى، احنا اللي بنغليها، اللي بناخد نخزن وبنستنى الشهر الاثنين، واللي واخد معلومه من بره ان السلعه هتزيد، لا السلعه مش هتزيد، السلعه ثابته،
والحمد لله القيادة السياسية والأجهزة موفرة مناخ لكل مواطن ياخدش ياخد حقه. النهارده عندنا لو تشوف الأسعار فرق كبير بين سعر المعارض وسعر أي محل بره. أنا دلوقتي عندي الأسعار غير أي مكان بره بنسبة 100%، برضو قلتها لحضرتك، عندي أسعار غير اللي بره تماما. يعني لو المواطن دخل هنا مثلا هنقول ماكسيمم ب100 جنيه هياخد سكر، هياخد مكرونة، هياخد رز، هياخد ملح، هياخد زيت، هياخد خل ب100 جنيه. طبعا ده مش موجود بره. جهود حكومية استثنائية لمواجهة توابع الأزمات العالمية، وذلك بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وبأسعار مخفضة بما يلبي احتياجات كل المصريين. أهلا بكم مرة تانية دكتور موريس، يعني تعليقك على كلام الناس اللي في المعارض اللي كانوا بيتكلموا الوقت في تقريرنا. هو في التقرير هنا قال حاجة جميلة جدا، قال لك ما تمشوش ورا الأكاذيب والإشاعات، الحاجة متوفرة جدا. فعلا الحاجة متوفرة، هو كل اللي بيحصل الأزمات اللي بتحصل دي بسبب التخزين. ان يجيله المواطن يجيله اشاعه ان السكر هيغلى ولا الرز هيغلى ولا المكرونه هتغلى او مش موجود، فيجري يقوم اخد كميه يقال يعني هو كده هي ويسمع كل اللي حواليه خزنه بقى عشان السلعه دي مش متوفره في البلد، او لما بقى يجي رمضان هتبقى بقد كده ولا والسلعه هتغلى والسلعه هترخص. لا، في استقرار تام في السوق، محدش يقلق، محدش يمشي ورا الاكاذيب والاشاعات. وبنكررها مره واثنين وثلاثه يا جماعه، كل السلع التموينية موجودة، ما تخافوش. الأسعار مستقرة، وعايز أقول إن في بعض الأسعار نزلت. يعني أنت لو بصيت حضرتك على الفاكهة أو على الخضار، بص النهاردة السعر بتاع الفاكهة نزل، بص السعر الخضار استقر، وعندنا يعني في خلال الأيام اللي جاية الأسعار دي إن شاء الله هتكون أقل من كده، وخاصة في رمضان ان شاء الله. خلينا نرجع لجزء مهم جدا، عشان نوفر السلع محتاجين مناطق لوجستيه. انت شايف دور الحكومه ازاي في الفتره اللي فاتت؟ تم فتح صوامع عشان الدقيق وعشان القمح في مناطق لوجستيه في المناطق البعيده، بني سويف وغيره، المناطق اللي بيتجمعوا فيها المنتجات بشكل كبير، بحيث ان انت ما تستناش لما تيجي من المصانع، انت المنطقه بتوفر وبيبقى موجود عندها المخزون دايما. دور الدولة ودور الحكومة في هذه النقطة تحديدا ازاي؟ والله هو مجهود من الدولة جبار جدا وجميل جدا، ان هي ربطت الموانئ ببعض. يعني عندك ميناء دمياط مع ميناء سفاجة، كل الموانئ ارتبطت ببعضها بحيث ان اقرب شيء لينا هي المحافظات. محافظة مثلا زي بني سويف بقى فيها صوامع بنخزن فيها مخزون دولي، بالك في ميناء دمياط عندنا صوامع، عندنا في المحافظات اكتر من محافظه فيها صوامع كامله لاحتياط الدوله. والمناطق اللوجستيه، ان فكره يبقى فيها اسواق كبيره زي بورصة كده في كل مكان، ويمكن احنا كمان شغالين البورصة فيها. البورصة السلعية اتفتحت يمكن بس على مجموعة بس، يمكن ما كملناش سبع، اعتقد سبع منتجات بس شغالين فيها. بالنسبة للتخزين وبالنسبة للتصدير كمان. يعني مش استيراد فقط، ده تصدير لبعض الدول، وخاصة الدول الأفريقية محتاجة مننا نظرة شوية، لان هي في متعطشه للسوق المصري جامد قوي قوي. خلينا نختم بالنقطه ديت، يعني شايف فكره ان احنا يمكن ارتفعت صادراتنا خاصه من المواد الخضر والفواكه الفتره اللي فاتت والمنتجات، وانا دايما بتكلم على فكره القيمه المضافه، دايما ان انا بقول للمزارع ما تبيعش البرتقال مثلا، ما تبيعوش برتقال من الشجر، يعني حاول تعمل عليه قيمه مضافه، يتغلف يتعمل. المنتجات الغذائيه محتاجه ان احنا نحط عليها قيمه مضافه، خاصه لو احنا هنصدرها. موجود، انا شفتها في دول اوروبيه منتجاتنا المصريه، وحاجه جميله جدا، وشفت ازاي التغليف بتاعها بطريقه شيك قوي يعني، وشفت الاسعار بتاعتنا معقوله بالنسبه للمنتجات الدول الاخرى اللي موجوده في الماركات، وشفت القوه الشرائيه عليها شكلها ايه المنتج المصري.
وخاصة في الفواكه والخضروات بتاعتنا، حاجة جميلة جدا وتشرف يعني. أكيد. أنا بشكرك دكتور موريس عدلي عزيز رئيس النقابة العامة لتموين القاهرة، عضو اتحاد الغرف التجارية، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا فندم. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ده كان ملفنا لهذا اليوم، بنشكركم دائما على حسن المتابعة. في النهاية بنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عطف. إلى اللقاء.